كاين مليح. لا محكوم 50 مليون واحد. اضرب بوش اضرب. هذا معاك هذا. شكون معايا؟ معاك صبر على 45. حولي. حط حولي. 46 يعطيك 50 غادي تجيب باربعة. عاش الملك. الملك دار لينا واحد إعانة. انا بعتك بلاتي 44 باش هو 44 54 54 شحال واحد اربعه هما اربعه في مليح الدور يجي ها انا باش نبيعهم لك والله مناسب والله لا 50 غنبيعهم لك تعال مولاش عادي واش مع 50 غنبيعهم 44 44 السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بمتابعين ومتابعات خرجات تي في عبر اليوتيوب. احنا كنت تواجدوا الان في قلب مدينة زمامرة. احنا الان دابا كنت تواجدوا في الرحبة ديال الحولي. احنا ان شاء الله غادي ننقل لكم دابا الاتمينة ديال الخروف ديال العيد ان شاء الله. ودعموا القناة ان شاء الله باش دي مني يوصلكم من جديد ان شاء الله. وتبارك الله عليكم. السوق نتاع تاع الله تاع حتى الغرم بابو راه الغرم بابو شحال هادي شحال هادو هادو 30 حوالا 30 حوالا 31 واحد 16 واحد ألف درهم شحال قالك شريف شحال؟ 1000 درهم من واحد جوج ألف درهم بجوج مزيان تبارك الله شوف هذا الراجل هذا العام شي هذا راه خاسر هذا عيد وش هذا هذا ما هو يعيد هذا عيد عيد اسباني هزي 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 تخلص واش تخلص كثير وهاد قاد مع داك الدرويش قاد مع قاد مع الدرويش قاد مع واش يسال الشريف هذا ثانينا الشريف هذا اخويا الثمن ديالو ثاني 44 باش خديتي تبارك الله ها انت باغي تصور صور اخويا تبارك الله دابا 44 ياك 44 تبارك الله كيداير السوق شويه مزيان تبارك الله شويه ولا تاكل في هذه الايام والله حال والله اخر والله اخر احنا انا قصينا وهاتي ابو واحد داك ما باغيش قال لك لا معايا لا موش معاك معايا والله موش معاك هذا هذا اللي نبيع وشري انا وياه موش معاك لا معايا لا موش معاك دابا نقول مع لونتو وبشحال حاجه بسم الله انا 38 انا 36 تجيب جاي جوج 36 وغاليين لا ناقصين كيفينو عارفه وفين يوم ناكل كيفينو هذا مولا مصور فيهم مصور فيهم ولا ما مصور فيهم بيه ناقصين ناقصين كمنين ناقصين هذا خروف تاني نشتريه هو شريف هذا خروف تاني نشتريه الثمن خروف الثمن ديالو تاني الثمن ديالو 7000 ريال قصدي راه معلق الطنقة انا والبطة غالية الطنقة راه كاينة الطنقة الطنقة كاينة وين الثمن طيب
هذا تالينا الشريف، هذا تالينا تالينا الشريف. اسمع اسمع تالينا اخويا تالينا 48 وهم لباس واحد الحاج لباس عليه ولا لباس ثمان تالي؟ 47 ضربوا فيه، وانا واش تلف؟ 47 ايه مرقد منين هذا؟ واش عاطيين في السن؟ واش داير واش داير في السن هذا؟ واش داير في السن هذا؟ ويستر مع ذاك السيد، يستر مع ذاك الراجل، يستر معاه. ما طالع في والو السيد. تبارك الله السمعة من السبيطار تبارك الله الله يبارك فيك الثمن تالينا اسمع من الثمن 50 لواحد 50 اييه واش دينا شي واحد نشوفو جبتو هو العام كاين المليح العام سيني وكاين داكشي ممتاز 60 داكشي ممتاز العامس هاد المليح السبيطي مليح هاد المليح راك ها ودي راك عشا وي وي راك عشا بارك الله شنو على كل حال وتالي الوصلة بخيرة اللي ما بغاش يتقدم وتالي الوصلة بخير اللي ما بغاش يتقدم أمس أجي ممتاز أمس تبارك الله تبارك أول نهار في السوق اليوم أمس أول نهار في السوق اليوم اليوم حركنا ونتمنوا لكم الله تعالى التوفيق ان شاء الله امس ونتمنوا لكم الله تعالى التوفيق يا ربي امين اللهم امين رب العالمين طلب الله التوفيق للجميع الله يرفعنا ثوابه هذا اللي خذا السيد ليش السيد شحال داير 60 تبارك الله 3000 درهم اي 3000 درهم وهذا شحال قلنا هذا 52 وهذا اللي حداه هذا 50 كل راه مناسب شويه 80 45 45 الغنم مش حد يدير كيلو اليوم الغنم الغنم مش حد يدير كيلو لاش الكيلو حي ولا ميت لا حي حي 1000 ريال 50 درهم 1000 ريال 1000 ريال
كيدير السلعه موجوده السلعه ديال 140 درويش يعيد خير موجود درويش يعيد خير كلشي كاين 30 كاين 35 كاين 40 كاع كلشي ان شاء الله غيعيد اش حاجه ما خاصه كافيه كافيه داكشي كافي تبارك الله الحمد لله تبارك الله كافي داكشي والعلف كيدير العلف ديال العلف مزيان دور يجي العلف ولا سير الدرا شنو كدير في العلف شنو كدير في العلف العلف شنو ندير النخاله والدرا لازم كرفسه من طرم كرفسه وتكرفيس كاين شويه كاين شويه كاين مع الماكله كاين الغلا شويه كاين العصا الكسير عام تاع اليوم وي كيوكل زاد القيح باقي ما وصلوش حنا قريب انتما مازال باقي حنا حتى الملتقى هنا ولاد بوعيان باقي مازال ما لقحتوش باقي وي كاين القيح المولى زاد القيح تبارك الله الحمد لله ان شاء الله عبد الرحيم خرفان لو ما تزاد 50 واحد ما تزاد هو الجكاع واش عندي وحده غايبين ديال الدكا اللي صحيت منها انا بعت لك بلاتي 44 دلال بجاوي 44 وبعتهم هي ب 50 44 50ات هما واحد هما اربعه هما هما اربعه فين هما المريح الدوريجين ها دلال بجاوي اسمعني 50 غنبيعهم لك شحال 44 50 تقى والله ثمان مناسب والله مناسب والله 45 لا 50 غنبيعهم لك تعال مولاش عافيه واش معاك 50 غنبيعهم لك انا كيف بالك بحال كطاره راه مكذاب هاد الغلاظ هادو 50 غنبيعهم لك راه عزيز على الراجل ديالك قل مزيان كاين مليح كاين مليح والله محكوم 50 غنبيعهم لواحد والله اضرب واش اضرب اضرب واش اضرب هذا معاك هذا شكون معايا معاك صبر حاولي حاولي واحد حاولي 46 يعطيك 50 غنبيع بلاتي ب 4 ب 4 ب 4 46 50 غنبيعهم وهذا ابويا ما ديرش شي بحبس 50 هنا 50 50 الله يديكم راعي الفقير حتى هو 50 امك البعيد الله يديكم امك البعيد احسن العون شحال قد نقول لك سي عبد الحيط على شد 180 50 ما يخلص ولا حط ولا 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 عزيز هلا بهاك هاك الجو تعطي على السخر 50 مدود الله بارك فيك ان شاء الله هات واحد القضيه الله 50 50 بعثكم روحه 50 حي غير خير حوال دابا خدمت انت و ستور لا لمن لمن بعثهم لك بعث لي ستور خويا لا لا شنو خويا فيلاو عبد الرحيم فيلاو ستور لا 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 بعثهم لك 50 يلا مع هذا واحده واحده ما تشمش ديما حبس الدرع هذا ما تشمش الدعم الدعم واحده واحده الدعم عبر الخير الدعم عبر الخير يسخر 50 بعثهم لك ستور ستور حل في حل في دابا 5000 مال وخمارك دابا علي 5 الله بديتو اليوم الله بدينا اليوم اول نهار عامر مزيان نهار في السوق ديك السيمانه كان وانا كان عيان ناقش شويه دابا نتوما عندكم اول مره في السوق اليوم الزمامره مدينه الزمامره دابا الحوالي اللي كيحطوهم الناس علاش كيحطوهم كيشروهم هادو كيشريهم كيعودوا فيهم البيع كاين اللي كيديهم كينقلهم نعم خويا شحال بعتي دابا الخروف بعت شي 5 خروف درتهم بعتهم الثمن تقريبا الثمن مناسب مزيان شحال بعتي نعم الثمن شحال بعتي تقريبا الثمن كاين 1000 درهم الخروفه كاين عاش الملك بنادم تنفس شويه ومتنفس السواق راه مزيان بنادم كيبيع بالكسيبه وكيتقدى حاجه اخرى وكتم غادي الفلوس كدور رئيس الملك يحمد الله راه كيسر لي الله تعالى لا نعم اخو المرض جاب الله ما وكاين كاين المخزن قايم بالعمل طبا الله يخليهم المنطقه عندكم منين؟ زاويه بالحمد لله قول لي في الصاكي دايره في الثمن في الصاكي سيدي برنوداز الثمن مزيان الخروف ناقص شويه في الثمن الخروف ناقص شويه في الثمن بالنسبه